السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. وطبعا قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله. في هذه المباراة أعزائي المشاهدين، وفي هذا اليوم شاهدنا مباراة للنجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مع بروسيا موشنغلادباخ ضد أعزائي المشاهدين يونيون برلين، والتي انتهت هذه المباراة برباعية مقابل هدف، وحيث ساهم النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بتمريرات حاسمة ليساهم في فريقه بهذا الفوز الكبير. أعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو سأكشف لكم تنقيطات لاعبي جميع بروسيا موشنغلادباخ، ومن بينهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني. كما تشاهدون في حراسة المرمى سومر الذي تحصل على تقييم 6.5، في خط الدفاع هنالك لاينر الذي تحصل على 7.0 من ضمن 10، جينتر 6.9 من ضمن 10، الفيدي 6.8 من ضمن 10، النجم الجزائري رامي بن سبعيني الذي قدم أسيست وخرج في الدقائق القليلة من عمر المباراة، الدقائق الأخيرة تحصل هذا الأخير أعزائي المشاهدين على تنقيط 7.6 من ضمن 10، حيث تألق في هذه المباراة ولعب في مركز الدفاع وتمركز أعزائي المشاهدين بأعلى صورة وخدم ومنصبه في هذه المباراة على المستوى العالي والعالمي، وأنقذ أعزائي المشاهدين شباك نادي بروسيا موشنغلادباخ في العديد من المباريات بخدماته أعزائي المشاهدين في المباراة، وأيضا لا ننسى تمريرته الحاسمة التي ساهمت في تسجيل الهدف الرابع في هذه المباراة. أما بعد أعزائي المشاهدين، هنالك القائمة طويلة من باقي اللاعبين، ولكن النجم الجزائري رامي بن سبعيني تحصل على هذا التنقيط وهو أفضل رابع تنقيط في هذه المباراة، وطبعا نتمنى مزيدا من النجاحات. والشيء الذي أعجبني في هذه المباراة هو أنه دائما رامي بن سبعيني يقدم مباريات كبيرة، ودائما ما يقدم أسيستات، وهذا مما جعله يعني يتأقلم بسرعة، وأيضا مدرب بروسيا موشنغلادباخ يعول عليه في جميع المباريات وأصبح يثقه فيه بثقة فائقة للغاية. فكما تعلمون أعزائي المشاهدين، يعني رامي بن سبعيني يلعب خط دفاع، وخط الدفاع يعني يجب عليه حراسة يعني دفاع فقط وليس تمريرات حاسمة، ولكن هذا اللاعب في كل مباراة يفاجئنا بتمريرات حاسمة، وهذا الشيء كبير لديك لاعب في قلب الدفاع وأيضا يمكن أن يسجل وأيضا يعطي تمريرات حاسمة. فهذا اللاعب أعزائي المشاهدين لن يستغني عليه نادي بروسيا موشنغلادباخ، وأنا متأكد أنه في المستقبل القريب هنالك العديد من الأندية المطالبة عليه، على الأندية الكبيرة والضخمة، فبطبيعة الحال ستكون هنالك مفاجآت في الميركاتو مطالبا حول هذا اللاعب الذي يقدم مستويات كبيرة. ما رأيكم حول هذه المباراة أعزائي المشاهدين، وما رأيكم حول تنقيط رامي بن سبعيني في هذه المباراة؟ علمونا في التعليقات، وهنا ينتهي هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.